حديث ويستمانيا رقم الحديث 1351 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات ذا شو سنت الباقية ذكرت هذه في القرآن الكريم شكون هي الباقيات الصالحات؟ طبعا من العلماء اللي قالوا هي كل عمل خير أكوينها طاعات صلوات وغيرها لقي الحديث يفكيغد البيان أكثر إناد الباقيات الصالحات يضاف طبعا إلى عبادات المفروضة إلى آخره لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أخرجه الإمام النسائي وغيره ذكر لا إله إلا الله سبحان الله الله أكبر الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله دارت كذا قيل أذكر يخدمني في الذكر الجماعي نعم عليك نور سيأتي مباشرة بعد ذلك عليك نور هي غراس الجنة صح سبحان الله لذلك في الأعياد في الذكر الجماعي خدمتي كذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة